المواطن المصري يستحق كل جهد وكل وقت بيتبذل علشانه. العمل التطوعي مفيد جدا جدا جدا، مش مفيد لينا احنا بس، مفيد للناس الحواليه كلها، لان المجتمع كله هينهض ازاي لما كلنا نكون كويسين. بقيت بحس بالغلبان جدا يعني، وده حاجه غيرت فيا. كفايه ان احنا نشوف الابتسامه في وجوه اهالينا، كفايه انك تشوفي حاجه عملتيها لحد، حد كان تعبان ووفرتي له سرير في مستشفى، حد كان محتاج حاجه وعملتيها له، طفل مش عارف يتعلم ووفرتي له مكان في مدرسه، فده كله بيفرحي. والعمل صعب بصراحه مش سهل. احنا كمتطوعين مش مثلا متطوعين عشان رفاهيه او عشان اي حاجه، لا احنا متطوعين واحنا بنعمل وفاهم وبنتعب وعشان نبين ده للناس ونعمل حاجه حلوه للناس. لما نشوف المحتاج ابتسم لينا، دعا لينا، شكرنا، في ناس بتعيط من الفرحه، فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي. يعني مش محتاجين حاجه بعدها والله، ولا فلوس ولا اي حاجه، احنا نازلين للناس دي. لو كلنا عايشين حياه كريمه المجتمع كله هيرضى. شباب دلوقتي المهمة كبيرة، تضافر الجهود اللي احنا شايفينه قد لا يتكرر مرة أخرى، احنا كشباب ما شفناهوش قبل كده، فأرجوكم نستغل كل جهد، نستغل كل وقت علشان نساعد أهالينا لنصل لحياة كريمة لكل فرد. لسه طريقنا طويل، وخطوة خطوة وإيد في إيد هنوصل اللي بنحلم بيه. مصر كبيرة وقوتها في فرحة ولادها. مصر محروسة بناسها ويستحقوا حياة كريمة. نفسي أكبر دكتور عشان أكبر أساعد الناس. لما أكبر أنا هشتغل مع حياة كريمة عشان أحسس للناس إن في حد سامعهم وحاسس بيهم. حياة كريمة مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل مصرية، لكل مصري.